عبر الهاتف من دبي معي ميس محمد، أخصائية التنمية الاجتماعية. مساء الخير، أهلا بك معنا ميس. ما بعرف كيف تتابعي هالدراسة، يعني شوي بتستفزني هالدراسات. أنا إنه طلاق والحرمان والعجز المالي، ما بعرف شو في أسوأ، غير الموضوع النفسي بتؤدي لشيخوخة مبكرة، وهو بطبيعة الحال يعني دايما الشخص المهموم هو يعني حتى شكليا ببين عليه الكبر أكثر ومن جوا وصحيا. صحيح، هي مو الحدث نفسه اللي سبب الشيخوخة، هو النفسية اللي تسبب الشيخوخة، لأنه هم تفكيرهم سلبي اتجاه هذه المواقف. لأن أحيانا لما الناس تتطلق مو دائما تفكيرهم سلبي، بس عندما لما يكون في وفاة أحد أكيد طبعا يكون النفسية تعبانة والنفسية سلبية، فلهذا السبب تلاقين على وجههم التعب مثل ما قلتي، وهذا ممكن يؤدي إلى شيخوخة. بس إذا النفسية الأساسها النفسية التعبانة، أما بدون النفسية التعبانة الشيخوخة تجي من غير أشياء، مو من الطلاق لوحده. صحيح، وممكن بالعكس نفسية ترتاح بعد، يعني هذا بالضبط. يختلف حالات، يعني ممكن نفسيتها ترتاح بعد الطلاق أو نفسيته، صحيح صحيح، والأغلب لأنه الأغلب لأنه الطلاق هم معناته الاثنين مو متفقين مع بعض، فلما يتطلقون يتركون بعض هم قاعد يرتاحون نفسيا، لأنه إذا هم مع بعض مو مرتاحين ولا ما كانوا أدوا للطلاق من الأول، صحيح فهذا القرار يريحهم مش يتعبهم. صحيح. بموضوع ميس الطلاق، إذا يعني من أبرز العوامل ذكرت بالدراسة الحرمان العجز المالي، أي من هذه العوامل برأيك أكثر تأثيرا طبعا بناحية سلبية على نفسية الشخص؟ هذا هم يرجع من شخص إلى شخص. طبعا لما وجهة نظرهم إلى الموضوع أو الحدث نفسه يكون سلبي، وجهة النظر هي لما تكون سلبية إلى تأثير على النفسية. فإذا كان تفكيرهم سلبي من على الطلاق أو على وضعهم المالي، هذاك الوقت طبعا أكيد راح يأثر عليهم بطريقة سلبية، وهذا التأثير يؤدي إلى الكآبة، والكآبة تؤدي إلى أمراض مثل الضغط والكوليسترول وإلى آخره. طيب، كأخصائية اجتماعية شو بتنصحي مايس؟ يعني على الأقل دايما يعني ثلاث ارباع الناس بتكون عارفة الاشياء الصح، بس ما فينا يعني بنصير ننصح بعض بالأوقات لازم ننصح، بس تكون انت عرفتيها بس مش ما فيكي بطبيعة الحال بانت لما تكوني بهالموقف تتعاملي مع الموضوع من أساسه. بس إذا كان في تيبس برأيك مايس للتعامل مع هذا الموضوع للخروج بأضرار أقل، كيف أنتهي بهذا الموضوع يعني بعد طلاق بعد عجز مالي؟ عجز مالي والطلاق، أول شيء أقوله عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وهذا كلام ما أجا من عندي، هذا كلام متأسس من الدين، فلأنه من كل شيء إحنا ما نحبه يطلع من وراه خير، فلازم نرى المستقبل بطريقة إيجابية، ولازم دائما نفكر ونعود التفكير مالنا يكون إيجابي. أما شلون ممكن نطلع من هذا الموقف بمثلا تيبس أو شيء تكون سريعة، طلع نفسك برا الموضوع كأنك قاعد تعطي نصيحة لصديقك. لما نشوف الموضوع من غير وجهة نظر ثانية نشوفه بطريقة أخرى، فلما نشوف الموضوع بطريقة أخرى وبطريقة مو سلبية تكون إيجابية، نقدر نحل الموضوع ونشوفه من وجهة نظر إيجابية ونخفف من الأمور السلبية اللي تصير من حياتنا. شكرا لك ميس محمد، أخصائية التنمية الاجتماعية، شكرا جزيلا على هذه المشاركة من دبي.